اليوم رجعنا لكم فيديو حماس، واخيرا شحنت روبوكس. اسف عذرا، لان كنت ابي اعمل اشياء جديده فيديوهات، ولكن فكرت احسن اشتري المشتريات واحمسكم. ويلا نبلش. قبل ما نبلش لا تنسوا تحطون اللايك والاشتراك والشير مع اصدقائكم. ويلا نبلش. اول شيء راح اروح لشخصياتي، هذا كل من الشخصيات اللي عملتهم، وكمان اشتريت انا رقصة بس واحدة، لان ما بي اضيع، بس بقى عندي. اوش الهير او الشعر، انا اشتريت اثنين لان شحنت 200، فاشتريت اثنين، واحد اسود واحد بني. والفيس عندنا اثنين، ما بيضيع كثير، ولكن شحنت بس اثنين، يعني قصدي يعني اشتريت بس اثنين. اشتريت هذا اللي احبه، وكمان هذا ب20، وهذا ب10. والحين يا حلوين راح نروح الملابس، 1 2 3. انا ما اشتريت شيء في القبعات، ما حبيت، ولكن ان شاء الله بنشحن مرة ثانية حشري، راح اورجيكم ان شاء الله. وهذا كلهم الملابس اللي اشتريتها، ولكن لا تنسوا ان يا حلوين ان لعبة روبلوكس عملت ملابس جديدة، هذه الوردية حورجيكم من تحت لفوق. اول شيء هذا كلهم الملابس النوب او الملابس العادية، وبعدين انا اشتريت هذا الضفدع، واشتريت ملابس خدامة، ما اعرف ليش هيك يعني اخترت، لاني كنت ملانة فاشتريتها. واشتريت ملابس ايمو كمان، عندي 3 ملابس ايمو، وان شاء الله يا حلوين بالاخر فيديو راح اعمل ملابس سوفت وايمو. وهذا كلهم. الحين راح نروح البانس او السروال او البنطلون، اي تقوله يا حلوين. عندي هذا الفلامينغو، عندي اشتريت كمان يا حلوين ملابس الحبار، لا تنسوا ان يا حلوين ملابس حبار بس ب5 روبوكس، يعني رخيصة عليكم. اشتريت هذا السروال لان ان شاء الله في الاخر حورجيكم. اشتريت هذا السروال الايمو حلو، اشتريت هذه السروال والبلوزة في نفس الوقت، اشتريت البنطلون، ويعني اشياء اشتريتها، وكمان هذا متاع بنطلون مع هذيك البلوزة الضفدع. والحين يا حلوين راح اروح الفيس اكسسوارز او الاكسسوارات. اول شيء عندي هذا الشعر، ان شاء الله يعني ما اعرف ليش اشتريته، ولكن ان شاء الله راح اعمل دمج ان شاء الله من الشحن روبوكس مرة ثانية. عندي هذه الكمامة حبيتها، واشتريت نظارة هليكيتي، واشتريت يا حلوين نظارة هليكيتي حلوة، وان شاء الله يمكن بلاش ما اشحن 30,000، فاشتريت ان شاء الله اشتريت هذه النظارة حلوة. وكمان يا حلوين اكتبوا لي في الكومنت اذا عجبتكم الشخص كل الملابس. انا ما اشتريت يعني ما اشتريت في هذا الشيء اشياء. فالحين يا حلوين راح نبدأ الحين الشخصيات. اول شيء راح اختار الشعر، انا الصراحة راح اختار اول شيء ايمو، بعدين السوفت. راح اختار هذا الشعر لانه ايمو، والفيس هذا هيك حلوين، والكلودينج والملابس. راح اختار شيء، عندي 3 اشياء، اما هذا. الصراحة انا احب اكثر شيء اشتري هذا. احب هذا، وعندي بنطلون معه او فستان، هذا يجي الفيس الاكسسوارز او الاكسسوارات، عندي هذا. فيا حلوين اذا عجبتكم الشخصية، والله حلوة مرة، مزة يعني حلوة كيوت. والحين يا حلوين راح نروح الشخصية الثانية، بس اشيل الملابس واجيكم.
الحين يا حلوين رجعت ليكم من شلت الملابس الايمو، واكتبوا لي يا حلوين ملابس ايمو اذا حبيتوها، واكتبوا لي في الكومنت، وان شاء الله من اوصل 60 مشترك راح اعمل سحب ان شاء الله على السلاح ان شاء الله. في الشخصية الثانية صوفت راح اختار هذا الشعر لانه كيوت، يمكن اعمل هذا الوجه ولكن ما احب، ولكن اعمل هذا الوجه احسن، هيك يمكن احسن اعمل هذا وجه. والهاتس يعني القبعات ما عندي، ما عندي شيء هنا، فراح اختار هذا الملابس. هذا كتير كيوت والله، محتارة بين هذه الفلامينجو وهذه. الصراحة راح اختار هذه، والله حلوة، يمكن البس هذه او هذه، يمكن البس هذه احسن، حلوة والله حلوة، مزه مرة. الحين قولوا لي يا حلوين الشخصية الصوت والايمو، واكتبوا لي في الكومنت اذا عجبتكم الشخصيات. ومع السلامة يا حلوين، احب اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطون لايك واشتراك مع اصدقائكم. باي، مع السلامة، ارجع لكم في الفيديو تاني.